الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة اللغة العربية واللي هنتناول فيها اليوم قصة كفاح شعب مصر مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي مصر أيها الأبناء قد مرت بالكثير والكثير من الصعوبات والعقبات وتمكنت باراده ابنائها وقوه شعبها ان تتحدى وتتخطى تلك العقبات وفي خلال مرحله الصف الثاني الاعدادي نتناول على مدار فصول مختلفه جزءا من تاريخ مصر الباسل الذي يمتلئ بالكثير والكثير من الامجاد العظيمه ابنائي وبناتي نبدا اليوم بقصه كفاح شعب مصر والفصل الأول جيش تحرير مصر، جيش تحرير مصر، هنتناول في خلال هذا الفصل مجيء الهكسوس يغزون مصر. من أين جاء الهكسوس؟ زي ما احنا شايفين على الخريطة قدامنا هنلاقي أن الهكسوس دخلوا مصر عن طريق شمال شرق مصر أو فلسطين. ودي كانت البوابه الشماليه الشرقيه لمصر وكثير من المعتدين دخل مصر عن طريق هذه البوابه دخل الهكسوس مصر وتمركزوا في شمال مصر واتخذوا من أوريس عاصمه لهم اتخذوا من أوريس اللي حاليا محافظه الشرقيه عاصمه لهم وتمركزوا في منطقه الشمال وبدا اخطار الهكسوس تظهر على الشعب المصري حيث قاموا بالاستيلاء على خيرات الشعب المصري وقاموا بسوء معامله الشعب المصري كما انهم ساخروا من عادات وتقاليد المصريين. احبائي ليس هذا فقط ما فعله الهكسوس وانما راحوا يتنقلون في البلاد مفسدين هنا وهناك وحاولوا ان يوسعوا من رقعه احتلالهم. فنظر ملكهم إلى أقوى الإمارات المصرية في ذلك الوقت كانت ممثلة في طيبة وطيبة هي الأقصر طيبة هي الأقصر وكان أميرها يدعى سكنا رع سكنا رع فرأى ملك الهكسوس أن سكنا رع يزيد من قوته ويحاول أن يقوي من جيشه فماذا فعل؟ قام بارسال رساله تحمل التهديد والوعيد لسكن رع فقال له ساخرا منه ان افراس النهر في طيبه تزعجني في أوريس ان افراس النهر في طيبه تزعجني في اواريس فاما ان تسكتها واما ان ارسل لها من يسكتها. ليس الهدف هنا هو ان هناك افراس نهر تصدر اصواتا أسو تزعجه. وإنما الهدف هنا هو أنه يحاول أن يأخذ سكنا راعا معه في دائرة حربية وذلك لإضعافه لأنه أحد الأمراء الأقوياء في ذلك الوقت أحبتي لماذا سيطر الهكسوس على المصريين لأن المصريين في ذلك الوقت كانوا متفرقين ففي حال التفرق حال التفرق ماذا يحدث يحدث أن يسيطر أعداؤنا علينا أما في حالة التوحد والقوة والتصاف في صف واحد نستطيع أن نفعل الكثير وأن نغلب عدونا مهما بلغت قوتهم لذلك أحبتي دخل الهكسوس مصر نتيجة ضعف الأمراء وتفرقهم واستخدام الهكسوس للعجلات الحربية في حين أن المصريين كانوا يحاربون على ارجلهم يبقى كان الجيش المصري ماشي على ارجله ولكن الهكسوس يخوض المعركه بالعجلات الحربيه وده كان سلاح حديث في ذلك الوقت وذلك الزمان فغزا الهكسوس مصر ودخل الهكسوس مصر واطلق عليهم المصريون اسم الرعاه ليه لانهم كانوا يرعو يرعون الاغنام والابقار فكانوا يتنقلون في اسيا في رع في رعي الإيه؟ الاغنام والابقار، لذلك المصريين اطلقوا عليهم اسم الرعاه، او العدو من الهكسوس اللي كانوا يطلقون عليهم اسم الرعاه. طيب، نيجي بقى نقول غزا الهكسوس مصر، طب جرائم الهكسوس في مصر ايه؟ الاستيلاء على خيرات المصريين، السخريه من عادات المصريين وتقاليدهم، محاوله السلب والنهب داخل البلاد المصرية حتى يتمكنوا من العيش على حساب المصريين ومن هنا عندما أرسل هذه الرسالة التي تحمل في طياتها السخرية لسكن الرع غاضب سكن الرع غضبا شديدا طب ماذا فعل سكن الرع بعد أن قرأ الرسالة أرسل إلى أمراء مصر ليجمعهم ويوحد كلمتهم ويوحد صفهم لأنه يعلم تمام العلم أن بالاتحاد تحدث القوة في الاتحاد قوه فلذلك ارسل الى امير ارمنت وامير ابيدوس وامير قفت وامير بوتو وكل منهم حضر وعرض عليهم الرساله فابدى كل واحد منهم الغضب والغضب تجاه تلك الرساله المزعجه التي لا تحمل الا السخريه من المصريين فتقدم كل منهم بما يمتلك للمشاركه في حربه ضد الهكسوس فقدم امير ارمنت العربات الحربية، وده كان سلاح حديث في ذلك الوقت. قدم أمير أرمنت العربات الحربية، وقدم أمير أبيدوش عدداً كبيراً من الرجال للمشاركة في تلك المعركة. وقدم أمير قفط الجنود والمال، الجنود والمال. ليه؟ ليوفر نفقات الجيش. وقدم أمير بوتو الأقوات والخيام. الأقوات والخيام، يبقى ناخد بالي كويس، كل واحد فيهم قدم إيه؟ لأن ممكن يجي لي في الامتحان يقول لي ماذا قدم أمير أرمنت أقول العربات الحربية، وأمير أبيدوس أقول الرجال، وأمير قفت الجنود والمال، وأمير بوتو الأقوات والخيام، كل هذا تجمع واتحد تحت راية تحت راية مين؟ تحت راية سكنا رع، الذي قام بقيادة الجيش سكنا رع. سيقنا راى هنا عندما قاد المعركة لقى مصرعه لقى مصرعه فداء لمين للوطن كان متزوجا من امرأة تسمى إياح حتب إياح حتب زوجته هذه تضرب المثل والقوة للمرأة المصرية المحبة لوطنها المخلصة لبلدها التي تضحي من أجل أوطانها بمين بزوجها وأولادها دفاعا عن الوطن ليبقى حرا مستقلا وتحميه من أخطار الأعداء فعندما آه مات سكن رأس قامت حتب زوجته بتقديم إبنه كاموس ليكون محلا لأبيه وليثأر لأبيه فقاد كاموس المعركة ببسالة وشجاعة وتمكن من تحرير منطقة الصعيد من هجمات الهكسوس المختلفة بعد ذلك لقى أيضا هو الآخر مصرعه فهل تحزن يا حتب؟ لا وإنما دفعت بابنها الأصغر أحمس ليقود المعركة وقالت له لابد أن تثأر لأبيك ولأخيك وقام أحمس بإعادة تدريب الجيش وإعادة تنظيمه وإدخال العجلات الحربية داخل الجيش ليكون مستعدا لملاقاه هؤلاء الاعداء احمس هنا ضرب لنا مثلا في القوه والنضال الوطني حيث خرج بنفسه ليقود الجيش المصري مدافعا عنه ضد مين ضد الهكسوس خرج احمس لقياده الجيش وتمكن من طرد الهكسوس تماما من ارض مصر تمكن احمس من طرد الهكسوس تماما من ارض مصر، حيث فر الهكسوس الى الشمال الشرقي الذي جاؤوا منه، وتركوا مصر حره مستقله، وبدا عصر جديد بقياده احمس وسمي بعصر المجد الحربي لهذا النصر العظيم. اذا فمصر ولاده مصر التي انجبت الكثير والكثير من الزعماء والعظماء الذين نفتخر بهم على مر الايام، هي التي انجبت احمش هي التي انجبت الرئيس السادات هي التي انجبت زعماء مصر مصطفى كامل وسعد زغلول وجمال عبد الناصر هؤلاء كلهم زعماء لهذا الوطن نفتخر بهم يوما بعد يوم لانهم يتمكنون من اعاده قوه مصر وانتصار مصر حربا وسلما فلذلك ونحن في هذه الأيام نحتفل بذكرى ست سادس من أكتوبر نذكركم أيضا بذكرى انتصار مصر على الهكسوس من خلال هذا الفصل الجميل أبنائي هل مصر بذلك تخلصت من الهكسوس وبقت حرة مستقلة لا وإنما دائما مصر مطمع للغزاة دائما مصر يفكر فيها الكثير والكثير لكثرة خيراتها ولموقعها المتميز فهناك ايضا ملك للفرس يسمى قمبيز يسمى قمبيز فكر في توسيع دولته حيث ان الفرس قامت في القرن السابع قبل الميلاد وقامت على اعقاب انهيار دوله اشور ففكر قمبيز ملك الفرس في ان يوسع دولته اين يذهب؟ يذهب الى ها مصر الى مين؟ الى مصر لان هي الارض الوحيدة حواليه التي تمتلئ بالخيرات ويستقر شعبها وتعرف معنى الدولة فمصر هي التي صنعت الدولة منذ الاف السنين قبل ان يعرف العالم معنى الدولة عرفته مصر فكر قمبيس في احتلال مصر فماذا فعل اولا حاول ان يتبع مجموعة من الحيل هذه الحيل كي يسيطر على المصريين الحيلة الأولى سفينة أرسل سفينة وعليها منادي يدور في أرض مصر كلها وينادي على المصريين بأن هلموا إلى قمبيز فهو الذي سيمنحكم مجد وهو الذي سيرفع من شأنكم وهو الذي سيعلي من مكانتكم ولكن الشعب المصري أحبائي قاطع السفينة ونظر لها بعين السخرية ولم يستجب لها فماذا يفعل قنبيس بعدما عادت السفينة خائبة فلم لم تحقق الهدف الذي أرسلت من أجله أرسل لهم رسالة هذه الرسالة تحمل في طياتها أولها أولها شيء من التحب التحبب بحاول أنه يتقرب لهم وثانيها التوعد يتوعد لهم فماذا يقول في الرسالة خد بالك من نص الرسالة لأن ممكن يجيب لك منها جملة ويقوم يقول لك إيه من القائل أو انسب القول لصاحبه قال: أنا قمبيز لم أكتب إليكم لإرغامكم فإني أود زيارتكم لا حرج عليكم إذا أردتم الحضور إلي تعالوا إلي أنا الذي سيمنحكم مجدا أكثر مما تتمتعون به الآن أكتب إليكم هذا وأذيعه عليكم فإذا استمعتم إليه كان هذا خيرا لكم وإلا فكونوا مستعدين لملاقاة غضبي الذي سينصب على رؤوسكم إني سيد الأرض كلها، يا نهار أبيض هذه الرسالة فيها شيء من التهديد والوعيد للمصريين، آه إحنا معانا أهو عرض على الشاشة لصورة أحمس وهو يقود الجيش في حربه ضد الهكسوس. دي طبعًا سجلها التاريخ مع أو مع من أولى المعارك التي خاضها الجيش المصري لتحرير أرضه، معركة أحمس ضد مين؟ ضد الهكسوس. نرجع تاني للرسالة اللي أرسل بها قم... قمبيز إلى المصريين لم يتاثر المصريين بالرساله بل فكروا انهم يقومون بقتل رسل قمبيز ردا على الرساله ولكن تقاليدهم وتاريخهم المشرف وافتخارهم بذلك منعهم من ان يقتلوا رسل القمبيز، وانما تركوهم يعودوا بسلام افتخارا بتقاليدهم وعاداتهم الطيبه ليس خوفا من قنبيز وكتبوا له رساله ضد الرساله التي ارسلها ماذا قالوا آه بعدما هو قال لهم انا قنبيز هم ردوا عليه قالوا نكتب اليك ايها الجبان الرعديد قنبيز ما معنى كلمه الرعديد احبائي الرعديد معناها الخائف اللي هو بيرتعد بيرتعد من المعركه آه نكتب اليك ايها الجبان الرعديد قنبيس لقد تركنا رسولك يذهب بسلام لا خوفا منك بل افتخارا بتقاليدنا المجيدة أنا بس هتكلم على كلمة افتخارا لأن هتجيلها درس عندنا من دروس النحو بقول عليها اسم معطوف منصوب اسم معطوف ايه؟ منصوب لاني بل من حروف العطف يا احبائي. طيب بل افتخارا بتقاليدنا المجيده والمجيده هنا معرفة بألف ولام وتقاليدنا معرفة بالإضافة للنام يبقى بعد المجيدة نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة صحصح معايا وانت بتقرأ القصة والقراءة مش مجرد انت بتسمع حكاية ولكن شغل مخك تقرأ الكلمة وتعرف موقعها الإعرابي علشان تقدر تفهم قواعد اللغة العربية لأن قواعد اللغة العربية يا أحبائي هي ممارسة وليست حفظ ممارسة ان انا كل شوية كل ما تقابلني جملة اعرف اعراب الكلمة دي ايه؟ حتى افهم سياق الجملة معناه ايه؟ يبقى بل افتخارا بتقاليدنا المجيدة ولكن اذا اثرتم سخطنا فسوف تعلمون ما نحن فاعلون بكم وما دامت الانهار تفيض بمياهها وما دامت مملكتنا موطدة الدعائم والاركان فسوف تعلم يا قنبيس ما سيحل بك آه رسالة فيها تهديد قصاد التهديد اللي, دا اللي بعته مين؟ قمبيز يبقى تهديد قصاد تهديد. يبقى الحيلة التانية اللي اتبعها قمبيز هي حيلة الرسالة ولكن المصريين ردوا عليه برسالة هم الآخرون. طيب الحيلة الثالثة بقى حيلة الوليم واحد بقى قال له يا سيادة الملك إن المصريين دول مدربين على المعركة والحرب ما تتهاونش بيهم اوعى تفتكر ان الامر سهل، لكنهم مدربون على الحروب والمعارك، فما تحاولش ان انت تقدم على حربهم، ولكن تمهل واتبع حيلة أخرى وخدعة أخرى، فعرض عليه أن يخدعهم بإقامة وليمة، وليمة يعني مأدوبة للطعام، يبعت يجيبهم كده أو كبار القوم يعني يدعوهم للطعام وهناك يقول لهم إن في أشياء حديث سدحته هذا العام واريد ان اخبركم بها وبكده قائدهم وزعيمهم وملكهم يعرف ان في ملك غيره سيطر على البلاد ولكن المصريين طبعا اذكياء لا ينخدعوا لمثل هذه الاشياء فقاطعوا ايضا الوليمه يبقى قاطع المصريون السفينه ولم يهتم المصريون بالرساله وقاطع المصريون الوليمه يبقى اذا لابد ان يكون هناك معركه فقام قمبيز بجيشه لفتح مصر. دخل قمبيز مصر كما نرى جزءا من المعركه التاريخيه دخل قمبيز مصر ولكن عندما دخل قمبيز مصر كان هناك ابسيماتيك وجيشه وتمكن قمبيز من ان يقهر ابسيماتيك. وبكده اصبحت مصر محتله من الفرس ولكن هل الشعب المصري الذي لم يهنأ ولم يرضى مطلقا ان يأخذ احدا شبرا من ارضه، فعلى مر تاريخ مصر وهي معرضه لان يفكر فيها اعداؤها ان يستولوا على ارضها، ولكن ابناء مصر مهما كانت مصر فهم يفكرون فيها دائما ويدافعون عنها بكل ما يملكون يقدمون ارواحهم وابناءهم فداء لهذا الوطن العظيم. يدافعون عنه ويبذلون كل جهد وكل غال ونفيس في الدفاع عن كل شبر من ارضه، هذا ما حدث من المصريين عندما اتحدوا جميعا وقاموا بمواجهه جيش الفرس الجرار، وتمكنوا من السيطره على ارضهم وطرد هذا الجيش المحتل الغاصب من ارض مصر. احبائي النظرات جميله في تاريخ مصر، لابد ان نعيدها على اسماعنا مرات ومرات. حتى نوقظ الوعي الوطني داخل نفوسنا داخل نفوسنا احبائي فقاوم المصريون جيش قمبيز حتى تمكنوا من تحرير الارض اذا فتمكن احمس من طرد الهكسوس من مصر وتمكن المصريون من طرد الفرس من ايه؟ من مصر. مصر احبائي التي كانت مطمع للكثير هي اليوم تخطو خطوات نحو التنميه والتقدم والرقي تحت قيادة تحت قيادة سياس النظام السياسي الناجح الذي يفكر في أن يخطو بمصر نحو الأمل والمستقبل والنجاح بإذن الله والتقدم بين مصاف الدول المتقدمة أحبائي تعال نشوف بعض الأسئلة اللي ممكن لي على الفقرة اللي احنا شرحناها أولا يقول لك ماذا تعرف عن الهكسوس ماذا تعرف عن الهكسوس نقول الهكسوس جماعة من الرعاة جاءوا من أسيا ودخلوا مصر عن طريق الشمال الشرقي نقولها تاني نقولها تاني جماعة من الرعاة جاءوا من أسيا ودخلوا مصر عن طريق الشمال الشرقي لمصر بوابة الشمال الشرقي وتمركزوا في شمال مصر واتخذوا من أواريس أواريس عاصمة لهم أواريس قلنا اللي هي الشرقية والعلم يعني ان الهكسوس دول استمروا في مصر قرابه ال سنه مش قعدوا يوم ولا يومين قعدوا حوالي 200 سنه والمصريين لم ييأسوا ولم يتراجعوا عن الدفاع عن وطنهم. طيب كيف استقبل سكنا راع رساله ملك الهكسوس؟ استقبل سكنا راع رساله الهكسوس رساله ملك الهكسوس بشيء من التعجب. الله ازاي يعني افراس النهر في طيبه تزعجه في اواريس والمسافة بين طيبة وأوريس سبعمائة ميل يعني طيبة الأقصر والأوريس الشرقية شوف يعني الجنوب للشمال مسافة طويلة يبقى الهدف من الرسالة هنا ايه السخرية من سكن رع وأمراء مصر فعرفوا بذلك فاستقبل سكن الرع هذه الرسالة بشيء من التعجب وطالب من أمراء مصر أن يتجمعوا حتى يتحدوا في مواجهه هذا العدو الغاشم اللي هو مين اللي هو الهكسوس طيب سؤال تاني نقول لك كانت ايا حتب مثالا للمراه المصريه المخلصه دلل نقول حيث ان ايا حتب لعبت دورا بارزا في كفاح المصريين ضد الهكسوس حيث انها قدمت زوجها سكنا رع فقتل فداء في, في سبيل الوطن أيضاً قدمت ابنها كامس ابن الأكبر الذي قتل أيضاً في سبيل الوطن، وقدمت ابنها الأصغر أحمش الذي حقق النصر، فلم يهنأ لها بال حتى تحقق النصر على يد ابنها الأصغر أحمش، ولذلك كانت مثالاً للمرأة المصرية المخلصة التي تضحي من أجل مين؟ من أجل مصر طبعاً تحية للمرأة المصرية على كل عصورها. ليه لان المراه المصريه هي التي تقدم الابطال رجالا ونساء فالام المصريه هي صانعه الابطال هي التي تزرع في ابنائها حب الوطن وهي التي تنجب الرجال الاقوياء البواسل في كل المجالات ان كانوا جنودا او اطباء او مهندسين او معلمين او كل في موقعه فكل رجل ناجح في عمله من ورائه امراه عظيمه من ورائه امراه عظيمه لذلك كانت إياه حتب مثالا رائعا للمرأة المصرية التي صنعت النصر أو كانت سببا في صنع النصر على الهكسوس تعال نشوف سؤال كمان بيقول إيه بيقول تكلم عن دور كل من كاموس وأحمس في طرد الهكسوس كاموس عمل إيه كاموس استطاع قيادة الجيش وتحرير شمال الصعيد شمال الصعيد يعني هو مش اتقتل على طول لا ده هو حقق نصر برضه النصر ده كان هو تحرير شمال الصعيد من الهكسوس ثم قتل جه بعده مين جه بعده احمش احمش عمل ايه احمش استطاع ان يعيد تدريب الجيش وترتيب الجيش وادخال العجلات الحربيه في الجيش حتى تمكن من تحقيق النصر على الهكسوس طيب تعالى لسؤال كمان بيقول متى تم احتلال الفرس لمصر أنت احتل الفرس مصر احتل الفرس مصر امتى؟ في القرن السابع قبل الميلاد. ها؟ نقولها تاني في القرن السابع قبل الميلاد. طيب سؤال كمان بيقول ايه؟ بيقول ما الحيل التي اتبعها قمبيز في احتلال مصر؟ احنا قلنا ان اتبع ثلاث حيل. الحيلة الأولى كانت ها؟ ومعايا كله صحصح صح معايا؟ الحيلة الأولى كانت عبارة عن سفينة تدور في أرض مصر تنادي على المصريين وتدعوهم للخضوع لقنبيز وقاطع المصريون هذه السفينة الحيلة الثانية كانت ايه؟ كانت رسالة بدايتها فيها تودد ومحبة ونهايتها فيها تهديد ووعيد ولكن المصريين ايضا ردوا عليه برسالة اشد منها قولا ونطقا والحيلة الثالثة كانت الوليمة التي دعا لها المصريين للخضوع له ايضا وللطاعة له ولكن المصريين في كل هذه الوسائل لم يرضخوا لمين؟ لقمبيز ولكنهم عرفوا ان ارضهم ملكهم فدافعوا عنها حتى اخر قطره دم منهم ولذلك بقيت مصر حره مستقله لا يستطيع احد ان يسيطر عليها. ابنائي طيب انا كنت تناولت في اللقاء السابق المعرب والمبني من الاسماء ولكن الوقت لم يسعفني أن أضع مجموعة من الأسئلة على الدرس، فلذلك أضع أمامكم مجموعة أسئلة لابد أن ننتبه لها. ممكن يجي لي سؤال في الامتحان مثلا يقول لي أكتب الدرس، أكتب بالشكل ده الدرس، و أكتب بالشكل ده الدرس. الجملتين قدام ويجي يقول لي ما الفرق بين اكتب واكتب هو طبعا مش هينطقها ولكن هيحط لك خط تحت كلمه اكتب وكلمه اكتب ويقول لك ما الفرق بينهما بين ما تحت او خط لاحظ ان اكتب اللي جايه بصيغه الفعل المضارع ده بنقول عليه فعل معرب بنقول عليه فعل ايه معرب ليه لانه فعل مضارع لم يتصل لا بنون النشوه ولا بنون التوكيد ولكنه فعل معرب هو بيقول عليه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة طب وما أكتب؟ ده امر واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان الفعل الامر دائما ايه دائما مبني يبقى نقول عليه فعل مبني فعل امر مبني يبقى الفرق ما بينهم ان الاول معرب والثاني مبني اكتب اللي هو جاي بالهمزة همزة القطع ده ده فعل مضارع يبقى ده في الحالة ديك فعل معرب انما اكتب اللي جاي بصيغه الامر فعل مبني وخد بالك اكتب الهمزه بتاعتها همزه قطع اكتب الالف بتاعه الف وصل تمام طيب سؤال كمان يقول لي ايه اولئك هم المفلحون عايزين من الايه الكريمه دي اسمين مبنيين واسمه معرب الاسمين المبنيين عندي كلمة أولئك وهم ده اسم إشارة للبعيد مبني وهم ضمير غائب للجمع المذكر مبني أيضا يبقى أولئك وهم من الأسماء المبنية أما المفلحون فهو اسم معرب ليه؟ لأنه أولا مش من الأسماء المبنية اللي احنا حافظينها ثانيا جاي بصيغة جمع المذكر أهي ويبقى بشكله بيتغير شكل اخير يتغير يبقى في الحاله دي ده جمع مذكر اسم ايه اسم معرب اسم معرب يبقى انا عندي في اسمين مبنيين اولئك هم والمفلحون اسم ايه معرب طيب ابنائي نيجي سؤال كمان اخير نقول تعالى وتعالي خد بالك تعالى هنا بننده على مين؟ بننده على ولد يبقى ده امر. تعالى بنده على بنت ها؟ خد بالك من كتابتها كتابة تعالى وتعالى بتختلف في الكتابة فتعالى نداء فعل امر موجه للولد وتعالى فعل امر ايضا موجه للايه؟ للبنت. ابنائي وبناتي طلبة طالبات الصف الثاني الاعدادي كم أسعد وأنا أتحدث معكم ولكن الوقت لا يطول بنا ويمر مسرعا ولكن في النهاية أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تستفيدوا مما أقوله لكم وأن أكون على قدر الاستطاع أن أعلمكم وأفيدكم وأصل معكم إلى معلومة مفيدة وأخيرا أنصح لكم فأقول تعلم العلم واقرأ تحس فخار النبوة فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة بقوه تاخذون كتابكم ناجحين موفقين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته